يا الله. أنا عامل بلدية أصله، طول عمري في البلدية تقريباً 40 سنة، عندي خمس بنات وأربع أولاد. الساعة 5 الصبح الفجر بنطلع وبنروح تقريباً على 11:30 بنمضي بنروح من المكتب. لمين بننظف؟ لشعبنا وأولادنا، وبنحافظ على بناتنا وأولادنا من المرض والوسخ. مناطقنا تصير نظيفة، يقول أحلى بلد غزة. إن شاء الله الناس يقدرونا ويقدروا شغلنا وتعبنا ويحافظوا علينا. يا الله يا رب، يا سطان رزقي يا رب. اللي داير على الشغل ولا حاجة عنده، لعب. والجديد وهذا بعرفش للشغل، بنذبح الشغل، بعرفش الشغل من راسه من رجليه، وصير إيش مشاكل مع السكان. والحمد لله هينا، نحمد ربنا. الشتاء احلى حاجه عندنا، خير من عند الله. هاينا بشتغل وانا ولا حاسس بالشتاء، نشيط بالشتاء، بكون حمجانين وشغالين. والله هاي الشتاء نشتغل بالشتاء والتعب. ايام الانتفاضه صوابق بين القلب سنتي، ضربت في الرئة وطلعت من الشق الثاني. قعدت 3 شهور في الانعاش انا وكمان واحد، والحمد لله ربنا شفانا ورجعنا للبلدية. بنشتغل عز الشتاء وعز البرد، بنطلع ولا بنأثر علينا حاجة. هي بدونا سطرات وبدونا واعي وبنلبس ولا حاجة وبنشتغل. بعض مرات الواحد بيتعب من الشغل، هات تعال يا الناس، بيقول لك تعال هات تعال خذ زبالة، بنقول لهم حاضر، بنجيب لهم الزبالة من هنا حاضر، بننظف لهم حاضر، ومحترمين الناس. شيش لو قعدت في الشغل بعيه، لو يوم قعدت اجازه بعيه، بصبح حالي مكسر وما اقدرش اشيل حالي. وقبل 30 سنه كنت اطلع قبل الفجر، اطلع زياده عن شغلي، اخلص شغلي وارتاح. نظره الناس منحيين، الناس بيحترموا وبقدروا. مش في ناس بتقول لك يا زبال وين، لا في ناس بتقول لك يا دكتور كمان وبتقول لك تعال خذ لنا الزباله وتفضل، واللي بشربك كوبايه شاي كوبايه قهوه اي حاجه، بيجيب لك فطور بفتره.